طيب دكتورة، مثلا في السياق المجتمعي أحيانا يكون الرجل مقتنع بأن المرأة مكانها المطبخ، حتى إن خرجت تخرج المناسبات الاجتماعية، أفراح، لمات وكذا، وهو تطلع تخرج من البيت. لكن حينما تقتنع هذه المرأة بأنها يجب أن تتعلم وتتطور ويكون لديها طموح، يقف في وجهها عائق أو يقف أمامها عائق، مع أنه يسمح لها بالخروج لأشياء فارغة. ربما ده مهزوز ثقته بنفسه، أو ربما هو في سياق المجتمع، يعني هو وجدنا أباءنا على أمه، ما هي بتبقى إما عادات مواريث أو مفاهيم خاطئة. أو إن لأ، ومين قال الكلام اللي طلع لنا فلطة يعني بطوطة هتعودي تعمل لنا ماستر إيه ودكتوراه إيه ويمنع هذا الأمر. وأنا بشوف الراجل اللي شايف يعني إن وجدنا أباءنا، يعني مجرد إن أنا مع الهوجة ومع الجمع، لأ أنا أنت راجل لك عقل وتفكر، تعليم زوجتك أو إن هي تتميز أو تتعلم الأمر معايد على عيال، ما طريقة تفكير عيالك النقاش والحوار بيختلف، طريقتها معاك ذات نفسها بتختلف. يعني اوعى يعني ما مش صح برضو انك تقنعني ان عدم تعليمها وعدم امورها بالامور حتى الدنيويه والاداريه وطريقه التفكير ومنهجيه التفكير بتتغير، فده خير ليه. وهو مين، ما احنا على نهج النبي، هو مين اللي كانت معلمه النساء؟ السيده عائشه. نعم. ونساء ورجال والله ما كانوا بيختلفوا في أمر فقهي، كان يرجعوا للسيدة عائشة مرجع، قالوا لها سيدنا عبد الله بن عمر قال لازم تفك المرأة ضفيرتها عند الغسل، قالت ألا يأمرهن بحلق رؤوسهن، يعني ما يقول لهم احلقوا رأسكم بالمر، لا ينفع طالما جدر الرأس وتوصلي بيه البتاع، أما الضفيرة لا تعملين. يعني طبعا ما شاء الله كان ضفيرة من زمان يعني شعور بقى والحاجات. فطبعا كان ده خطأ رهيب ان احنا، وكانت السيدة عائشة مرجع. مين كان بياخد من الرأي؟ المرأة لا تسفى، رأي السيدة أم سلمة نجى الأمة. الله أعلم كان هيحصل إيه لو ما سمعوش كلام النبي ولا ينزل إيه عليهم صحيح، استغفر الله. قالت له اذهب وانحر وضحي واذبح وسق وخلاص واحلق وضحي، قول لك لحد ما الصحابة كانوا بيحلقوا البعض دقين بس عملوا سمعوا كلام النبي. فرأي المرأة هو اللي نجى، المرأة كانت سيدة أعمال. إحنا لا ننقص من قيمة المرأة، لكن بنقول يا أستاذة منى فقه، لكن يجي الزوج ويتحضر او هو ده مكانك وهو ده اخرك وانت تفهمي ايه، انت لا تفهم كتير. زوجة اينشتاين هي اللي عملت النظرية مع اينشتاين، الفريد بتاع العربية زوجته اللي كانت معاه، نتكلم في فيزياء احنا دلوقتي وفيزياء نسبية ونوعية وكلام. لا يعني مخاخ. فانت ما تجيش تقلل من هذا الامر.